للعلامات، يعني هتسألك ايه العلامات يا دكتور محمد؟ تمام. هتقول لها ايه العلامات اللي تهمنا؟ اقول لحضرتك لو حست في اللي فوق الجلد الثدي حاجه زي جلد البرتقانه، يعني حبحبه كده، اول حاله من ذاتها حاسس انها اتغيرت، انخسفت شويه او ابتدى يحصل فيها اكزيما، وفي باجت ديزيز. باجت ديزيز ده عباره عن اكزيما، وبعض الدكاتره اللي مش فاهمين بيعالجوها على انها اكزيما حميده ودولها مراهم وكده، وهي سرطان. فحضرتك او لقيت مثلا ان الثدي حجمه اتغير عن حجم الثدي الثاني بالصغر او الكبر، او لقيت على الثدي اوعيه اورده منتشره، او لقيت فيه نوديول اللي هو يعني عباره عن نتوءات او حاجه فوق جلد الثدي. بس انا اعتقد ان كل ديت علامات المفروض الست تيجي قبل العلامات دي ما تحصل، يعني دي حاجات متاخره. اه